السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في مزرعة حلاب غرب الصليبة تبع للمهندس بولس. دي شغالين حوالي 2 سنين تقريبا. بدأنا بعشر رؤوس أبقار، حاليا ما شاء الله عدينا لأكثر من 20 راس. ده بيعتمد طبعا على البرسيم الحجازي وفي والأعلاف المركزة. وده من الشباب المحترم بصراحة اللي بدأ حياته من الصفر وشغال برضه حتى في الدواجن، عامل عمر دواجن بياض هنا ما شاء الله وشغال 10 على 10، حاجة كويسة. فهنكلم المهندس بولس بالنسبة ازاي بيغذي الحيوانات ديت، هل هو بيستفيد من اللبن بتاعهم ولا بيعمل فيه ايه؟ هنعرف منه هو ازاي بيستفيد اكبر استفادة من اللبن اللي ناتج من الحيوانات دي. اتفضل يا فندم. التغذية بتاعتهم بديهم وجبة حجازي في الصبح، وبعد كده بديهم علف مرتين او ثلاثه في اليوم. طب علف في علف معين ولا لا؟ انا بركبه، انا عندي الصويا وبديش معاهم شامي، وبجيب التركيبه بطريقه اللي هي عشان توازن، اللي هي خميرة وأملاح وفيتامينات والحاجات دي، تديني البروتين اللي انا عايزه للحلاب او للتسمين بعد كده. طب وبالنسبه للبن بتاعك، في بس بتبيع لبن او عندك وحده تصنيع ولا لا؟ هو انا ما يعني عشان عندي الانتاج او البتاع مش كفايه، فانا بس انا بستفاد باللبن ان انا بجيب بطوشه صغيره، ان انا بطلع معاهم معولتهم لو اللبن زاد. ده مشروع كويس برضه ومربح جدا بالنسبه لواحد عنده بقر او 2 او 3 فيها لبن زياده، هو مش محتاج اللبن ديت، يضطر ان هو يجيب لهم اجور رضيع عمر شهر عمر 40 يوم، بيكمل عنده على اللبن لمده 2 ونص 3 شهور، بيبدا العجل يبقى يقبل العلف خلاص، بيرفع على اللبن ويبدا يستفيد هو بنفس، يجيب برضه اجور رضيعه تاني. ده مشروع كويس ومربح جدا لو واحد اتعامل مع الاجول الرضيعه صح، لان العجل الرضيع ده عايز معامله خاصه عشان ما يحصلوش نزلات معويه ويسبب له نفوق يعني. طب بالنسبه للعجلات البقار، انت بتطلع منها النتاج بتاعك ده بتبيعه ولا هتبدا تكمل؟ لا ان شاء الله نوسع المشروع. لا البقاره ده انا سايبه، ما بفرطش فيه خالص، لان هو بوسع للمشروع اللي اكبر من كده. لكن بالنسبه للذكور وكده، ان انا ادخلها بعد كده تسمين وتطلع يعني المبيع وكده، لكن بقرة صعب ان انا اطلع. بصراحه المنظر هنا حاجه حلوه جدا، الحاله الصحيه للقطيع كويسه، مفيش الحمد لله اي اعراض مرضيه على الحيوانات. طبعا خدوا المرض بتاع الحمى الخلعيه وعدوا بسلام بدون اي خسائر من فضل الله. القطيع كويس، نسبه الانتاج اللبن عاليه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، نتمنى ان احنا نكبر المزرعه يا باشمهندس اكبر من كده ان شاء الله، وربنا يوفقكم دايما باذن الله. البركه فيك يا دكتور. الف شكر يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس. شكرا.